يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هل المراد بهاتين الآيتين القرآن الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم بلا شك أنه القرآن، لا شك أنه القرآن، القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا من عناية الله بهذا القرآن، من عناية الله بهذا القرآن العظيم. نعم.